السلام عليكم، شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ تحياتي لكم، رجعنا لكم فيديو جديد. فيديو اليوم التحديث الخرافي اللعبة اي فوتبول 2023 او بيس 2023. طبعا مثل ما نعرف كلنا كنا ننتظر هذا التحديث والحمد لله وصل. اليوم ما راح ادخل بهاي التفاصيل، التحديث شبيه ما بيه وهالسوالف هذه، راح ادخل قبل على الحزم اللي موجوده. طبعا هنا انضافت كثير امور عندنا بهذا التحديث، واهمها هذه المهام الاوليه اللي هي ينطونا تذاكر، تمام، او تدريب. لكن مثل ما قلت انا راح ادخل قبل على المهام الاوليه الثانيه، هاي راح من تخلص الاولى ندخل لها. راح ادخل مباشره على الايش، على الحزم الموجوده عندنا. ايضا طبعا بالاساطير اللي موجودين عندنا اسبانيا، الباكج مال اسبانيا 2010، يعني بيتورس مفول هنا، الله، انيستا ما عنده شيء، يعني مو مثل تورس طبعا، لكن اوكي. وين تورس؟ قناص هذا بمعنى الكلمه، تورس مهم جدا، تورس احتمال نوصل لناخذه. على العموم نزلتي بعد شنو عندنا؟ ها الاساطير اليابان، افضل واحد بيهم هو ناكاتا طبعا، بس ما اعتقد انه راح ادخل الموضوع. شو عندنا بعد؟ عندنا الباكج مال افضل لاعبي الاسبوع الاخير طبعا، وعلى الاكثر من وعدنا، بس كيميتش توني كروس مهم. ال بي هذا ما عنده شيء، لا كيميتش عندي اصلا، ده كيميتش خرافي ويلعبهن كلهم طبعا. هنا بس كيميتش وكروس، يعني اذا ردت افكر اخذ، كتبونا بالتعليقات نشوف، يجوز نفتحهم. بعد شنو عندنا؟ بكي عقود ترجيح ما عندنا بها شيء، عقود الترجيح هنا شكو، هذا قديم، هاي كلها قديمات. عقد ترجيح عندنا بس هنا تقريبا اللي هو مولر، بس مولر، بس السي ليش هيجي؟ بس مولر، اوكي. الحزم تذاكر، هذه التذاكر مثل ما قلت انه اللي جتي اكو بها 4 نجوم والى اخره. الحزم هو هذا المهم، الارجنتين والبرازيل وفرنسا. طبعا العيب الوحيد بفرنسا مع الاسف انه ما بيها امبابي. طبعا اكو باكج كان الامبابي جاني مجاني. على العموم راح ناخذ الحزمه مال الارجنتين، اكيد شراء الحزمه مال منتخب الارجنتين، اوكي. وهذا كله ميسي اي ام اف حزمة على مود ميسي طبعا 2014. استلام الكل، خلصنا. الحزمة الثانية اكتبونا بالتعليقات شنو الحزمة اللي نشتريها. تمام، البرازيل فرنسا، شنو رأيكم أيهما نشتري؟ كتبوا لي بالتعليقات، لو الحزمة مال البرازيل، لو الحزمة مال فرنسا، لو راح نشتري الحزمتين ونجربهم. البرازيل خليها بوقتها. تمام، أخذنا الحزمة هذه، خلينا نشوف الفريق شنو. طبعا أكو بيه تطوير، لازم يتطور الفريق كله. وبعدين راح أرجع لإسبانيا لأن أريد تورس مهم جدا تورس.
شكو مهمات أولية. أوكي. التحديثات الجاية راح تكون قوية. هسه هنا ماكو شيء. All clear. طبعا هنا يوصل للحد 5 نجوم، يعني من يجيك عقد 5 نجوم، ترشيح 5 نجوم، نشوف منو نقدر ناخذ. بعد شكو عندنا؟ ماكو شيء بعد، هدايا وهالسوالف هذه، وهذه مو فد مهمه بالنسبه لي. تمام، اخذنا الحزمه. هسه احنا وين؟ مال من؟ اوكي، هاي نعرفها. سيف هنا منو؟ لاوتارو. اثنين وتسعين هو 89. بعد التعديل راح يصير عندنا فتشي. طيب هو شو يلعب؟ ابداع في صناعة اللعب. اوكي، لاوتارو لا تنسون الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس، وكتبوا لنا بالتعليقات الحزمة الجاية شنو. الحزمة الجاية اوتوماتيكيا لو البرازيل لو فرنسا. الهدية كانت عندنا، قلنا انه الدور منتخب فرنسا اجانا رابيو مجاني. حرامات لو جاينا اوكي. كيميتش، كيميتش عندنا قلنا، بس ممكن اجيبه مرة اخرى. تسوي له اوكي. هذه حزمة الارجنتين اخذناها، وقلنا احنا اخذنا، انا بالنسبة لي اخذتها بس على مود ميسي. وديبالا هم زين، ديبالا عمل ابداع في صناعة اللعب. على العموم خلينا نشوف بعدين، نطور منتخب الارجنتين ونشوفه. كان هذا فيديو اليوم، تحياتي لكم، اشوفكم فيديو جديد. لا تنسون الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس. مع السلامة، وكتبوا لنا بالتعليقات.